أول أمس يوم الثلاثاء جرفت سيول مياه الأمطار المحامي ماهر برية خلال عودته إلى منزله، ما أدى إلى انجراف سيارته في واد بالقرب من منطقة جبارة. وضمن سلسلة البحث عن ماهر كونه أصبح في عداد المفقودين ولم يعلن عن وفاته آنذاك، خصص تلفزيون الفجر الجديد موجة مفتوحة حول طول كرم ما بعد الغرق، وإذا باتصال من أحد شهود العيان الذي حالفه الحظ ونجا من الغرق في الوادي، روى للمشاهدين تفاصيل ما حدث. الأستاذ ماهر تعب من السكعة، ما كدرش بكل بدي أجي عندك، بدي أقطع من سيارتي أطلع منها وأجي عندك، بقول له تنزلش من السيارة، بتطلع من عن سقف السيارة المي بتغمرك. الله يسامحه ما ردش، نزل المي سحبته قدام عيني وانا بتفرج عليه، ما قدرتش اعمل له اشي. نعم. سحبته خلال ثواني طيار مي كوي سحب ونزله على الواد واختفى بعدها. في صباح يوم الخميس حصل تلفزيون الفجر على نسخة فيديو مصورة تبين لحظة استغاثة المحامي ماهر وما كان وجوده في الوادي قبل ان تجرفه المياه الى مكان لا تعلم اثاره. وبعد عمليات البحث المستمرة التي كانت دون جدوى لغاية أمس، أرسلت اليوم فرقة إنقاذ خاصة للمساهمة في البحث عن جثة المحامي ماهر، إضافة إلى الهيئات والمؤسسات وكافة المواطنين والأجهزة الأمنية الذين كانوا متواجدين في مكان الحادث. كان هناك عمل مضني خلال اليومين من البحث على مدار الساعة، مئات المتطوعين ورجال الأمن والدفاع المدني والشرطة وكل الفئات المجتمع كانت تبحث على مدار يومين. تابعت كاميرا تلفزيون الفجر عمليات البحث، وبعد مرور وقت طويل وجدت جثة المحامي ماهر في الوادي، حيث كانت مغطاة بالتراب والطين، ليتم نقلها إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في طول كرم، بعد أن كانت الجثة متجمدة ومزرقة من آثار الغرق والبرد القارس، وانتقلت روح هذا الشهيد إلى بارئها. وفاء زيدان، تلفزيون الفجر الجديد، طول كرم.